واش الجارات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا فيديو جديد اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي صراحه منود الروين، غنجاوبوا بالقشور اللي كيبرمج المقابلات وغنهضروا عليه وغنهضروا على مديريه التحكيم وشنو قال وغنجاوبوا كل شيء اليوم. شوف خليك معايا من الاول حتى الاخر الا بغيتي تفهم ولا بغيتي تعرف، وغنجاوبوا كل شيء وغنطنطنوا كل شيء وغنعطيو كل شيء للودنين. حيت علاش انا ساكتين بزاف؟ مرحبا معلم، اللي عنده شي لاغارد يوجد، غندوب بالحقيقه المره. انا نسيب القشور نسمعوك اخويا. لا رجع في جوج حوايج خطيره بالنسبه ليا، لا علاقه لها لا بالتحكيم ولا بالبرمجه. فيه المشكل ديال سبونسور شركه التامين اللي قالوا حسب البلاغ كان ديما تيعاونوهم، ديما تيديروا اشهار عندهم، ومشاو قال لهم دابا نخدموا مع الجامعه. وفهم من هذا الكلام بان السبونسور كان عند الرجاء، ما يبقاش عند الرجاء ويمشي سبونسور ديال الجامعه. ما هي حقيقه هذا الشيء اسي؟ اسي غادي يجاوبنا بالقشور، ولكن الصحافي هذا اللي كان داوي دابا ما كترتقيش المستوى ديال الصحافه بالسؤال ديالو. اول حاجه كاين انحياز، انك كتنحاز، خطير بالنسبه ليا، انك كتزيد كتبين الصوره خايبه ديال الرجاء وان البلاغ فيه خطوره. ملي كتقول بالنسبه ليا كتجر معاك الناس كاملين باش انهم يشكوا في داك البلاغ. خاصك انت كصحافي قبل ما تطرح السؤال كتكون محايد كما كان نوع اي حاجه، يا جامعه يا فرقه يا كما كان، كتكون انت مع الحق وكتطرح السؤال انك مع هذا الجانب مع هذا الجانب مع حتى شي واحد. كطرح السؤال ديالك وما كتعطيش الراي ديالك. الصحافي ما كيعطيش الراي ديالو اللي قاري الصحافه وفاهمه، ما كيقولش بالنسبه ليا خطيره، كيقول باللي وقع واحد البلاغ شنو فيه وشنو فيه، تقدر توضح لنا استاذ؟ وكيبقى محايد. الصحافه فين تعلمتوها؟ الله اعلم اخويا، فهمت انايا؟ انا الصحافه ولات كتجينا بحال هكذا. السلام عليكم. جاوبنا بالقشور. البلاغ ديال الرجاء. لا هو اللي ندير سلسله الوصل مع مرحبا البرمجه. انا قريت البلاغ ديال الرجاء بيان سور كمعني كمهتم، وشفته في جميع المحاور اللي تطرق لها. واش هو بلاغ ولا بيان ولا سعود ديال هو دي 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 ولا اعلان؟ لا هو دفاع، ممكن هو مرافعه. مرافعه مرافعه، اسمح لي ما عرفش الكلمه. صح لي دوار تراك ما عارف والو، بعدا تراك ما عارف حتى حاجه، راه السؤال ما عرفتيش تطرحه. مرافعه المهم. على كل حال هو غادي نسميوه خرجه ديال مكتوبه ديال المكتب المسير لنادي الرجاء، من بينها مشيتي للنقطه ديال لي سبونسور. هذه استفزتني انا. انا استفزتني. شوف باقي كيعطي في الراي ديالو، انا استفزتني. كي زعما واش هذا صحافي ولا شنو؟ ولا نحافي ولا شنو هو هذا؟ لا اله الا الله وحق الله صاحبي، راني طايح في المغرب. فيه جمله وتفصيله. الخلط فين كاين؟ باش نوضحوه كذلك، هذه فرصه. ما تيتكلموا على ربما الشركه ديال التامين. بدون هذيك الشركه ديال التامين هي اللي رصات عليها الصفقه ديال تامين اللاعبين اللي تابعين للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. يعني العكس، هم الجامعه اللي تخلصها، راه الجامعه اللي كتخلص له سبونسور لاسيرور. ازير هو سبونسور في القشور ولا اسيرور؟ وتالي لك لابس شويه كيبغي يغمق لك، راه هي اللي المغاربه اللي غادي يعطيوها الفلوس. عمرك شتي شي واحد الشركه غتقاطعوها هي اتلانتا؟ شي واحد مي اسيري عند اللي راه جاوي مي اسيريش عند الصح، سير انت حاجه اخرى فهمتيني. هاد الشركه هادي استاذ بالقشور بلا ما تحاول تبدلنا وتعوجنا وتغير المعطيات، ما تقولش لي انا شركه كتسبونسوري الراجا كتعطي الراجا الفلوس، وملي غتمشي عند الجامعه الجامعه هي غتعطيها الفلوس. كيفاش درتي لها هادي؟ واصلا ما خاصكش دير بحال هكذا، ندير القضيه صحيحه. حيت ملي غدير بحال هكذا اوتوماتيكمون داك السبونسور غادي يقول واش انا كنعطي الراجا الفلوس باش كيديروا لي سبونسور، والجامعه هي غتعطيني فلوس وغدير لي سبونسور. فين هو اللوجيك هنا؟ ماشي بعتي لينا سبونسور انت، ماشي طمعتيه هذاك سبونسور اجي السي محمد مامن انت كيدعم لي الانديه المغربيه مثلا، كيدعم الرجاء؟ الا بعد منه خليه مع الرجاء،
ما نعطيش ابو تعطي شي صافاش لحتي لي لقمه على هضرتك لحتي لي لقمه هاك الفلوس واسيري لي اللاعب ديولي دو المنتخب واش هذا غيبقى مع الراجا راه اوتوماتيك مو غيهرب راه هرب شي بطريقه غير مباشره وشكون الجامعه وفلوس ما كتجي الجامعه من دول الشعب انا ما فهمتش هاد الناس هادو ملي كتهضر كيقول لك لا اسمع ليا اسمع ليا ولا ما اعتقد بانه سي جو بونس بيان وقال شي 25 مليون دو درهم اللي عندهم اللي غتعطيها الجامعه للمؤمن اسمع شحال غتعطي الجامعه للمؤمن جامعه اللي غتعطي لهاديك شركه ديال التامين غتعطيها الفلوس وبغيتي شركه التامين تبقى دير لك سبونسور الراجا وهي كتخلص الراجا اوتوماتيك مو تخلي الراجا تمشي للمنتخب ومن الفوق اشهار كيقول لك لا ما ديناش ليها لا ديناش الراجا فهمت سطا هذا المؤمن هو باش يحشر الراجا مزيان الى المؤمنين صراحه صراحه كذب على الراجا راه كذب عليهم الى راوهم راه راوهم الى بغيت تفك منهم راه بغيت تفك منهم لا ولكن الخطير ماشي هو هذا هو هذوك اللي مشاو يديروا مع المؤمن الى فهموا بان هو قال لهم انا اسير الجميع 90% المؤمن ما يمكنش يقول لهم شي حاجه ما كايناش انا اسير الجميع وما فهموا بان هو يعطي الفلوس للجميع هذوك اللي صفطوا الرجاء يعادوا فيهم النظر وانت ترى مكلخ هذا ما فهمش هذا لكن هذا الصحافي انا شرحت لكم فهمش وما فهمش واش شريف راه قال لك والجامعه هي غتعطي لك سبونسور شركه التامين الجامعه هي غتعطي الفلوس كيفاش غادي يهرب غادي يمشي غيمشي اسير المنتخب بدون مقابل شتا مريض ولا مالك راه لقمه اصلا الجامعه كتقلب على شكون اللي غادي اسير اللعابه اجي انت شكون هذاك اللي كيسبونسور الراجا وميم طول خنقوا على الراجا سلام عليكم حقيقه باينه صح شكون هاد الناس حنا بغينا نعرفوا هاد الناس اللي كيديروا التلاعبات حيت حشومه ما كتشرفش كره القدم المغربيه ومسؤول الا كان هاد المؤمن انا ما عرفتش شنو قال ولكن كنفترض باش ثاني عاود ما نتهموش افتراض اخويا افتراضات الا كان فعلا قال هذا الكلام هذا حنا مستعدين نفسخوا معاه هذيك الصفقه الا بغى يفسخها لانه هو اللي عنده الحق ولا يقول لك ولينا بغى نفسخوا ولاري شوف ملي كتنوب بلاغ واحد صعب بلاغ واحد خربق كل شيء ولا يقول لك الا كان جات الهضره بالصح انه قال انه مشى للجامعه وادي وادي الناس الهضره اللي تقالت الراجا انهم غيفسخوا معاه كل ما درتيش على حقك او يا خويا او غندوزو غنفاريوها مع هذا اللاعب السابق فريق الرجاء العالمي اللي كثر بزاف حتى هو وغنعطيو حقه بقى من دوره باش تسالي البطوله باقى 11 ها 11 دوره او نعطيك من دابا الزيمباري ما يبقاش معك في اخر الموسم ديجا يكون قريب انه يوقع في احد النوادي القطري لان وكيل الاعمال اللي جابوا لنا جابوا لنا باكش جاب لنا هاشم دومينغو مع المدرب مع الستاف ديالو باكش بحال شريتي شي حاجه جمله بحال هكا باكش نايد باكش الله اعلم ما عرف جاش بغى يقول باك ولا ما بغى يقول باكش باكستان اول حاجه ما كتشرفش انك دسي من الرجاء العالمي الكارير ديالك ملي كدير بحال هكا ضرب شي في الزيرو والست فهمتيني خليتي الجمهور الراجا كيحترمك هذا يدل انك ملي كتمشي لهاد المنابر الاعلاميه 200 درهم الحلقه ولا ماشي 100 درهم كيدل على ان هذا عندك خصاص كنظن باللي قال اللاعبين مشاو داروا التدريب فهمتيني قال اللاعبين مشاو قلبوا على ريوسهم الا انت بقيتي في المنابر الاعلاميه وشكون شوف تي في مريح تمايا هادي اسئله عابطه كيطرحوا وكتشوش على الفرقه ديالك اللي انت كتقول عزيز عليها الا كلشي باغي الخير الراجا ما غتقولش هاد الهضره هادي مدرب الا كان غيمشي ما تشوش خليه سيدي تيسالي العام يدي معنا البطوله ويمشي الله يسهل عليه اما دابا ما تقولش هاد الهضره هادي فهمتيني تروج معاك الراعي العام وتشوش هادر ما شفناهاش حتى مع هاد الاداء الفريق شفناها من عندك انت فين هو الاحترام الراجا والجمهور الراجا وانت فين هو الاحترام تبع داك الجمهور الراجا والنادي الراجا الا كانت هاد الهضره صحيحه ما تخرجهاش لينا ما تخرجهاش ما تشوش على تشويش هذا بطريقه عكسيه اسمح لي يا صح وكنتي واعي شويه عندك المعلومه خليها عندك شحال لاعبين على مراكز الاولى وانت كتخرج بهذه الخرجات الاعلاميه
العبيط صاحبي شاب عقلك شاب غير الخير راجع شنو غنستافدوا من هذه الهضره هذه شنو غنمشيو نديروا غنمشيو نشنقوا عليه المدرب اللي بغى يمشي راه غيمشي ولا بغى يمشي وخلي شي صحار غادي يخرج عليك غيعطي التعادل ولا شي خساره ويجي يدير معاك فسخ العقد بطريقه رضائيه ما يتسناش نتايا شنو غنستافدوا من هضرتك تمشيو هاد زيمباوري زيمباوري كون بغى يمشي غادي يدير لك كواريت وغتجري عليه بز منك حتى لعب على البطوله اش كتخربق اصاحبي شاف هضرتك ما كايناش اش كتخربق بارع واحد الصحافي مغربي خرج بواحد التدوينه شنو قال فيها قال لك تم توقيف جوج حكام وجوج اخرين كاينين تحت السجواب وثمانيه شهود يعني تم تلاعب في مقابله في كازا بلانكا تم تلاعب بالنتيجه ديالها وكانت مجزره تحكيميه ومعروف شنو هي المجزره التحكيميه اللي كانت ومعروف شنو هي المقابله ديال العام اللي فات والناس شي وحدين خرجوا بغاو يدوروها استاذ انا نعطيك الدليل الماتش اللي فات اللي الماتش اللي فات ديال العام اللي فات كان ديربي هو اللي وقعت فيه مجزره تاريخيه كان فيه وقال لك حكام كان في كوديفوار شكون اللي كان في كوديفوار كان الجيد والجيد هو اللي دار مجزره تاريخيه في الديربي ديال جوج جوج ودرنا له التحليل انا غنحطو لكم في الليه ودرنا ليه وهضرنا على الاخطاء وداك الشيء اللي وقع وخرجوا الناس ديال بين سبور وديال كل شيء وقال لك كارثه وتحكيم كارثي وهذيك المجزره اللي دارت كل شيء دعافي وكل شيء وكل شيء كل شيء قال باللي هذا الشيء مجزره فهمتيني اذا يا حنا يا الراجل الوداد اللي لعبش مع هذا الحكم الا كانت الراجا واش الراجل لعب مع الحكم عباد الله ومع عدل مع الوداد جوج جوج واش الراجل اللي لعبش بالحكم والعام اللي فات كانت الراجا خارجه كتندد الجمهور ديالها عتقو التحكيم والفساد وهادي وهزين لافتات وكنطايفو وخطوبو الفساد وفلان وكاع الفرق المغربيه خارجه معلم بتدوينه كل الدعم لفلان كل الدعم لهذا كل الدعم لهذا والراجا هي اللي كانت كتلعب التحكيم ها شكون اللي كان كيعاني من التحكيم العام اللي فات شكون اللي كان البارح العام اللي فات اللي كانت كارثه التحكيم كل ماتش كيخرج الجمهور راجع كيهضر على التحكيم بحدنا شكون اللي هو الجمهور اللافتات شكون اللي دار هاشتاغ في فيسبوك وفي العالم كامل شكون على التحكيم هو جمهور راجع وتجي عندي خايل ودادي وتقول لي بلي انت اللي كنتي كتلعب في هذيك المقابله اللوجيك هذا ما بغيتيش تقبل بلي الرئيس ديالك راه كاين في السجن بسبب مخدرات وتبييض الاموال في الفرقه ما بغيتيش تقبل هادشي ما بغيتيش تقبل بلي الفرقه ديالك راه كتعاني دابا بلي الموارد الماليه ما عندكش منين تجيبها بسبب رئيس دار الفاس هذا الشيء ما بغيتش تقبل واش تقبل بلي كشي كدير مجزره تاريخيه في التحكيم والتحكيم كيجيك تشوفوك نهضروا على اللقطات ما بغيتيش تقبل ودابا ملي خرجت التدوينه حتى هي ما بغيتيش تقبلها هذا لا اخويا وهادشي اللي كاين ديما راجا راه